وللحديث عن استمرار دعوات الحوار لحل الأزمة بين الصدر والإطار التنسيقي والمعوقات التي تشوبها ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أهلا بك معنا أستاذ كامل. أهلا بك، شكرا للاستضافة. حياكم الله أستاذ كامل. يعني بعد تصريح فالح الفياض بأن الإطار التنسيقي متمسك بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، هل برأيك لا زالت هناك فرص للحوار؟ نعم، الحوار يعني قائم، وربما بالقريب سنشهد موافقة من السيد مقتدى الصدر بالحوار، وموضوع إصرار الفياض على السوداني هذه لغة تفاوضية، هي محاولة للضغط عليه حتى يقبل بأمور أخرى ويرجع للحوار، وثم تبدأ العملية التفاوضية مثل ما جرت طيلة السنين الماضية. الأمور التي يجري مفاوضة الصدر عليها للقبول فيها، هل هي مثلا التجاوز عن موضوع نوري المالكي؟ يعني هذه واحدة من عدها، وأهم الموضوع الرئيسي هو موضوع المحاسبة، الكل يطالب بالمحاسبة، وأعتقد أنه المقتدى الصدر والتيار التيار مصر على موضوع المحاسبة، ولكن ربما سيتنازل عن هذا الموضوع إلى مواضيع أقل، سواء متعلقة بالمالكي أو بقية المتهمين بهذا الخراب والإجرام اللي جرى في العراق. ولكن أستاذ كامل، يعني هناك من رأى بالفعل أن الصدر ذهب إلى نقطة اللا عودة، يعني إن كان سيقبل ببعض ما يقدم له من قبل الإطار التنسيقي لما كان ذهب إلى هذه النقطة، إلى نقطة اقتحام البرلمان من قبل أنصاره. يعني تعودنا على السيد مقتدى الصدر أن يعبئ تياره لمواضيع وأجندات محددة ثم يتراجع عنها ويقبل بالتفاوض والحوار، وننتقل إلى مرحلة انتقالية وثم تجري الأمور مثل ما كانت، وهكذا لن نتوقع الكثير. يعني وهذه دعوته إلى موضوع حل مجلس النواب وإجراء انتخابات، أنا أعتبرها يعني هو نزل إلى لغة الحوار، لأنه هذا موضوع عريض وعائم وهائم، ومتطلبات الانتخابات كثيرة ويحتاج لها إلى حوارات مع كل الأطراف، سواء داخل البيت الشيعي ومع الأكراد ومع الطرف السني. هل يمكن توقع لربما عزل المالكي وإخراجه من المشهد مقابل قبول الصدر بالسوداني رئيسا للحكومة برأيك، أو حتى الجلوس، قبول الصدر بالجلوس لطاولة المفاوضات؟ الجلوس لطاولة المفاوضات هذا ممكن ومتوقع، وبالنسبة للسيد المالكي ربما سيقبل أن يعني يتوارى عن الأنظار بشكل مباشر مثل ما هو الآن، أما موضوع السوداني فلا أظن أن هناك يعني أي فرصة لأن يتولى زمام الحكومة الآن، كل التوجه القوى السياسية مع بقاء الكاظمي حتى تجري انتخابات ولفترة انتقالية. سيد كامل، يعني المعطيات الآن هل تدلك على أن المالكي قادر فعلا و يعني جاهز للانسحاب من المشهد السياسي؟ ظهر مسلحا وأيضا يعني صعد من جهته في أكثر من ناحية، هل يبدو مستعدا للانسحاب؟ يعني مثل ما بينت، أعتقد أنه السيد المالكي ربما بدفع إيراني ومن قوى الإطار يعني يتراجع إلى الصفوف الخلفية ويبقى من بعيد إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة لأن يظهر من جديد كقوة فاعلة ومؤثرة مثل ما كان. هذا اللي متوقع من المالكي، أنه دائما عندما تصل الأمور إلى الحافة يقبل بالتنازل حتى يضمن سلامته وعدم محاسبته على الإجرام السابق والحالي، وخاصة بعد التسريبات التي أظهرت يعني وكأنه متورط بجريمة مشهودة
متوفر بها كل الأركان الجرمية وشروط المحاسبة، ولولا عندنا قضاء شجاع وعادل حاسبه لأن تحول الملف إلى تحقيق إلى إحدى المحاكم المحلية، وربما الآن نسي هذا الملف الخطير. نعم، إذا كنت ضيفا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.